الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كثرت التعليقات والأسئلة في الآونة الأخيرة عن المجاهدين وأبناء المجاهدين فيما يتعلق بالمنحة الخاصة، سواء كانت بالمجاهدين أو أبناء المجاهدين. من المستفيد منها ومن المستفيد منها؟ طبعا، ونظرا لهذه الأسئلة التي تكررت، قررنا أن نقوم بإنشاء هذا الفيديو أو نشر هذا الفيديو. وهذا الفيديو هو عبارة عن استطلاع رأي. هناك بعض الفيديوهات التي نقدمها في قناتنا هي عبارة عن استطلاعات للرأي، بمعنى نستطلع رأي المشاهدين وأسئلتهم. طبعا، ما هو رأيكم وما هي أسئلتكم فيما يتعلق بالمجاهدين؟ أي شخص لديه سؤال متعلق بالمجاهدين أو منحة المجاهدين أو منحة أبناء المجاهدين يكتب لنا في التعليقات، ونحن بدورنا فسوف نطلع على هذه الأسئلة ونقوم بجمع هذه الأسئلة، ومن ثم نقوم بالاجتهاد لجلب الإجابة، ومن ثم نقوم بالإجابة عن هذه الأسئلة الخاصة بالمجاهدين وأبناء المجاهدين، لكي نكون ملمين بجميع الأسئلة الخاصة بالمتابعين، كون أن الأسئلة المتعلقة بالمجاهدين وأبناء المجاهدين والمنحة الخاصة بالمجاهدين طبعا، فقد فهذا فهذه الأسئلة هي أسئلة جديدة علينا. طبعا، في الآونة الأخيرة فقط أصبحنا نسمع عن في التعليقات والأسئلة المتكررة عن المجاهدين وأبناء المجاهدين. رجاء اكتبوا لنا أسئلتكم وسوف نقوم بجمع هذه الأسئلة، ومن ثم نقوم بجلب الإجابات، ومن ثم نقوم بإدراج أو إنشاء فيديو آخر نجيب المتابعين الذين يسألون عن المجاهدين، منحة المجاهدين، منحة أبناء المجاهدين وإلى غير ذلك. أرجو أن تكتبوا لنا في تعليقات أسئلتكم حتى يستفيد الأشخاص الذين يسألون بشأن هذا الخصوص. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.